عنده هوس احتز بيها يقول عمامك من تشل عليك تعز وشانك الزينة ولو بيهم مرور الصحب بعض مرات صير لهم شكر وتنول اللي تريد الله بالهوى انطبع يتحمل الطقات ما يتبرى من نيده اش كثر الدق علي وبحضنة تالت بات لان من غيرها ما واحد يفيد الله من نيده تعوفه شلون الدق بالهوى الله الله عمامك سارية لو جنت بيرة صيت وشد السفح زم يوم اللي يحزمونك وإذا رادوا رمش لا تقصر انت بهاي رمش عينك شوية طيهم عيونك ترى العايف عمامه ايتيه قطرة ماي وباجر بالحج الوادي بيحقرونك الحمل ينشال إذا عدك عمام شتاف وإذا وحدك تشيل تطيح متونك إذا سندك بديك ومالك فزاع شد كل الخرق يوم اللي يجدونك ضيجة شلون تحلها ولو ما عمك قل وياك ضيجة شلون تحلها. لا حتى ظل 20 لا هو يقول ظل 20 ايه؟ وخمسة هو هسه يوقعها الكل هي طاحت انا قلت لك طاحت هو هسه انا سيدة انا سيدة الحج كريم طايحة خمسة الحج كريم ابن حج ياسين السويعي ايه طايحة طايحة خمسة انا سيدة طيب والنعم. انا شديت رايته والنعم وهو باشا ابن باشا ابن تعال يا مزعر ابو عبد الله تجي يم اخوك هذا مو شيخ اخوك هذا شيخ اخوك انت شيخ وهو شيخ بالك ويا يحمى الله والديك اذكر محمد وال محمد بالك ويا ابو الحسن عشقناك كم يا بيت المصطفى الاطهار سلام الله عليك تحكي بس على اجداد ونعرف اللي عشق يتحمل اللوعه هويناكم واحنا بلبه الاصلاب اول ما طلعنا لحبكم الربع سلام الله عليك وحق جد رسول الله الحليبه شربناها مالت امهاتنا مغمسة بولاية علي بن أبي طالب احنا اللي نحب المصطفى المختار رسول العالمين ومنهجا تفهم والثاني نحب حيدر علي الكرار أمير المؤمنين وصاحب عدنا اليوم مريض ترى ما أدري أمير المؤمنين وصاحب البيعة والثالث تحب الحسن ذاك اللي زايد بالكرم وحد لحق طبعه والرابع حسين المات لجل الدين ضحى بأخوته وولاده وربعه والزهرة الزكية والحسن وحسين زوجة حيدر وللمصطفى المضى هسه هنا حكم القضية سعيد اللي عرفهم واتبعهم فاز يمر على الصراط ويعبر بسرعة